السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن المخدرات الطبية، ولماذا اختفت وأين هي وما إلى ذلك. المخدرات الطبية هي أدوية تصرف للمرضى ذوي الآلام المرحة وللمرضى السرطان عافانا الله وإياكم، ولبعض أنواع مخصصة من المرضى الذين لا يستجيبون للأدوية كما يكون الأدوية ممنوعة عليهم، مثل مرضى الفشل الكلوي وغيرهم من المرضى. هذا الكلام هو كلام نظري، ولكن عمليا ما يحدث هو أن معظم الأطباء، وأقول معظم لأني التعميم هنا ليس من الصالح، ولأن هناك قلة من الدكاترة يستبعدوا من هذا، معظم الأطباء اشترى دماغهم ويولع المريض، ويجب أن يستريح على الكلام ده وخلاص. إيه هو الكلام ده؟ نادي السوردل، واللي هو البروفين والفلدين وما ذلك، والبنادول والكورتيزون ومضادات الصرع ومضادات الأنسيكوتيك الاكتئاب وخلاص. يستريح ما يستريحش ما يفرقش. في الحقيقة هذا المسلك وهذا المسار ليس من المسؤولية في شيء، وإنما يؤدي إلى أنه المدمن المخدرات يجد طريقه إلى المخدرات، والمريض يبيت متحسرا وحاسرا ومنكفيا على مرضه. يجب أن يكون هناك حل لهذه المشكلة، يجب أن يكون الأطباء يتحلوا بشجاعة ويبذلوا مجهود شوية على المرضى، وينتقوا منهم المرضى الذين لا يتحملون أو الذين هم في حاجة ماسة إلى المخدرات. وكذلك الصيادلة يجب أن يساعدوا في هذا الأمر، وأن يكتبوا يتحملوا خطر التعامل مع المجرمين، ويبتعدوا عنهم ويساعدوا المرضى. تمر علينا يوميا حالات من الفشل الكلوي، إلى درجة أنني أنصح البعض بأنهم يشترون من السوق السوداء من ما يحتاجونه من الأدوية المخدرة، وذلك لتفادي المشاكل الكثيرة التي يمكن أن تحدث بسبب الأدوية للكلى ولغيره. أظن أن هذه مشكلة يجب أن نحلها، يجب أن نشير إليها، ويجب أن نرفع الصوت عاليا لكي يسمع ولكي نطالب بتحمل المسؤولية. وإذا كان هناك من المرضى من هو يطالب
طبيب بمسكنات أقوى ولو بالمخدرات، فإن هناك قسم كبير وأقولها بشدة، هناك قسم كبير من المرضى لا يجرؤون على إلقاء التفوه بذكر المخدرات، لكي لا يوصف أحدهم بأنه مدمن لهذه المخدرات. يجب أن يكون هناك حل لهذه المشكلة زي كما قلت، ويجب أن يكون هناك طريقة للفرز بين مدمن المخدرات وبين المريض المستحق لهذه المخدرات لأهميتها على صحته ولأنها المنازل الآمن له ولمرضه. أظن أني أشرت إلى هذا الموضوع وأظهرت عيوبه وأظهرت مساوئه، ويجب أن من الأطباء أن يتحلوا بمسؤولية في تجاه هذا الموضوع وأن يكتبوا هذه المخدرات، ويجب على الصيدلة أن يتحمل المسؤولية، ويجب أن يتحمل المسؤولية ويصرفوا هذه الأدوية من بسط هذه الأدوية. ولا شك أنه يوجد وسط الأطباء والصيادلة من هو يلعبون في النص ليلعبوا ليأخذوا مبالغ طائلة من الطرفين. أعانكم الله، ولكن الحل ليس في الترك، الحل هو التقنين. الحل هو ما يحدث أن الأطباء يتركوا ويريح دماغهم، والصيادلة يتركوا ويريح دماغهم، وفي النهاية المريض هو الذي يعاني وهو الذي يتعب وهو الذي لا يجد العلاج وله الله. عافانا الله وإياكم ورزقنا من حيث لا نحتسب، وعافانا من كل مكروه وسوء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا محدثكم الدكتور حسن الرائي من حسن نت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.